سبب آخر ما حدا بيحكي فيه، وهو الأموال اللي أخذوها السوريين وحطوها بلبنان وتسكرت المصارف بلبنان فدفعنا الثمن. هذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه. طبعا من السهل أن نلوم دائما الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع، هذا موضوع آخر، ولكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار. الحصار صار له سنوات، مو معناته الحصار كويس والأمريكان أبرياء، لا، الحصار بشكل مباشر بيضر بكل جوانب الحياة، لكن الأزمة الحالية التي بدأت من حوالي عدة أشهر سبب هذا الموضوع، لأنه بدأت الأزمة قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات. طيب شو هو اللي تزامن معها؟ هو المصاري اللي راحت للحد الأدنى، بيقولوا كان بحدود أقل شيء 20 مليار دولار، وبالحد الأعلى البعض بيقول 42 مليار دولار، ما نعرف شو الرقم الحقيقي. هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف يعني.